مرآة الإنسان ومفتاح شخصيته، تظهر فيها سائر البشاعر الإنسانية على اختلافها، يخترق بريقها حجب الخيال بأشعته تارة، ويتلقى إيحاءات الخلود المنتظرة تارة أخرى. على مر العصور كانت العيون وما زالت سراً من أسرار الجمال، رغم أن لكل عين أسرارها سحراً وجمالاً، إلا أن العيون النجلاء تمنح صاحبتها جاذبية خاصة. فما هو السر؟ يصل حجم العيون أقصاه منذ سنوات الطفولة الأولى، لكن مع الوقت واكتمال النمو تبدو وكأنها أصغر حجماً. في المقابل يرى البعض أن اتساع عيون النساء يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة، فالمزيد من الأستروجين يعني نمواً أقل لعظام الوجنتين لتبدو العين أكثر اتساعاً. تتصف العيون الواسعة بالحدة والاتساع والوضوح، كما أنها لافتة للنظر بشكل أخاذ، وهي تدل علمياً على النظر القوي واليقظة وصفاء الذهن. لذا تسعى نساء كثيرات إلى امتلاك عينين واسعتين مليئتين بالسحر والجاذبية، حتى لو وصل الأمر للجراحة أو الاستعانة بمواد التجميل. على جدران المعابد الفرعونية سجل المصري القديم إعجابه بالعيون الواسعة، حيث أظهرت الرسوم سحرها وعمقها. ولم يترك العربي أي تفصيل في الأمثى دون وصفه والتغني به، خاصة المرأة النجلاء المعروفة بالحورة. ومنذ قديم الزمان عرفت المرأة العربية بالعيون الجميلة الواسعة التي تسحر الناظرين أو تقتلهم بحسنها، كما قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أكانا. العيون شكلت على اختلاف صفاتها ركناً أساسياً في قصائد الشعر العربي، فكانت على مر العصور فضاءً يركض الشاعر في مداه يفتش في أرجائه عن معاني الوجود والحب والجمال. يقول الشاعر بدر شاكر السياب في أنشودة المطر: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. ومهما قيل أو كتب سيبقى جمال العيون فاتناً في كل ثقافات العالم، وكما يقول ويليام شكسبير: أين الكاتب الذي يرينا جمالاً مثل الذي نراه في عيني امرأة؟